الناس في آلامها أشباه أحيائي، وجه لها لكنه وجه بلا مائي. الناس في آلامها أشباه أحيائي، وجه لها لكنه وجه بلا مائي. بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي مشاهدي قناة المنهج الفضائي، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج القلوب الرحيمة. أعزائي المشاهدين، يستمر الخير والعطاء في هذه الأيام، حيث العالم بأسره الآن. طبعا هناك وباء، وهذا الوباء هو وباء كورونا. الكثير من الناس طبعا أصيبت بهذا الوباء اللعين، وكانت للحكومات هناك خلية الأزمة فرضت حظرا للتجوال، الكل توقف العمل، توقفت المطارات، توقف البحار، الكل يعني توقف بسبب هذا الوباء. أغلب العراقيين أغلبهم كلهم يعني يعملون يعني كسبة، يعني ما عندهم وظائف، ما عندهم راتب، أيضا وقفوا عن العمل. فمنذ 5 شهور ولحد الآن حوالي 65% من العراقيين يعني يفتقرون إلى المال، إلى المواد الغذائية. وللأسف الشديد الحكومة حتى ما وفرت البطاقة التموينية للناس خلال هذه الفترة. فالناس بحاجة إلى المواد الغذائية، الناس بحاجة إلى العلاج، الناس بحاجة إلى يعني مبالغ مالية حتى يشترون علاج، يعني يروح للدكتور يعالج نفسه، يشتري حاجات بيته، حاجات الأطفال. وأغلب الناس أيضا تسكن بالإيجار، ما عندهم مبلغ يقدمون مبلغ للإيجار. فبرنامج القلوب الرحيمة مستمر مع هذه العوائل، لكن بفضل الناس الطيبة وفضل الناس المؤمنة اللي تجينا مساعداتهم نقدمها لعوائلنا الكريمة في هذا الظرف الصعب. حلقتنا لهذا اليوم هي راح تكون برعاية الدكتور أبو محمد من دولة الكويت. تحياتنا لك يا دكتور، والله إن شاء الله يجعلها في ميزان حسناتك. اليوم أيضا راح نقدم سلة غذائية، رجل طلب سلة غذائية من أخونا سيد هاني، سلة غذائية كاملة راح نقدم لأكثر من 40 عائلة، وأيضا معها أسماك سمك نهري عراقي حر. راح نقدم لكل عائلة 2 كيلو سمك مع سلة غذائية. إن شاء الله هاي راح تعيلهم هذه الفترة، والسلة حتى تتضمن حليب وكل يعني ما يحتاجونه بالبيت. إن شاء الله نتمنى له الخير والتوفيق، أخونا الدكتور أبو محمد. لا تنسون دعاكم إلى الدكتور أبو محمد من دولة الكويت. إن شاء الله الله يجعلها في ميزان حسناته، والله يكثر خيره، والله يحفظه ويحفظ عائلته من الوباء إن شاء الله، ويحفظ جميع المسلمين، ويحفظ أهلنا في دولة الكويت وفي كل بقاع العالم، ويحفظ أهلنا بالعراق وكل إن شاء الله المسلمين. إذن أعزائي المشاهدين، راح نتواصل وياكم وتوزيع السلة الغذائية، لكن بعد هذا الفاصل. جاء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من تصدق بصدقة عن رجل إلى مسكين كان له مثل أجره، ولو تداولها 40,000 إنسان ثم وصلت إلى المسكين كان لهم أجر كامل.
معاناة وألم ومرض فمن يتكفل بعلاجه ومن يقطع ألمه ومن يعيد لهم الحياة لأصحاب الأيادي البيضاء والقلوب الرحيمة ساهموا معنا في إعادة الحياة لمن لا حياة له. أعزائي المشاهدين، طبعا عندنا بعد هذا الفاصل واليوم راح نسمع يعني بعض الناس ايضا يشكون همهم يشكون آلامهم. حجية شلونك؟ الحمد لله يمن بعد روحي بعد شلونك ويا هذا الوباء؟ الحمد لله وشكر. الوضع صعب، انت شوف انت بعين شلون الوضع؟ صعب الوضع صعب. عندك فليسات؟ ما عندي. لا والله منين جنة فليسات، والله زلمة كبير عمره 60 مدري 70 سنة وانا عندي بنات ما عندي ولد والحمد لله. مواد غذائية عندكم شيء ولا القليل؟ لا والله قليل ما عندنا الحمد لله. دعوات الشيخوش اليوم الدكتور أبو محمد بالخير والصحة والعافية إن شاء الله، أمين يا رب العالمين إن شاء الله. استري يا حجية رحم الله والديك، دعواتكم للناس اللي تساعد الفقرة الحمد لله اللي يدير باله على فقير اللي يعين له فقير، مو حجية؟ أي والله يا يوم. استري يا حجية رحم الله والديك، السلام عليكم حجية. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حجية شو تقولي اللي يعمل عمل خير بهاي الظروف؟ إن شاء الله والله عمل يا رب العالمين يساعد الناس الفقراء وخاصة احنا هسه بمحنة. شفت هاي المحنة؟ شفت الصعبة؟ شو الناس تقول؟ ندعي لرب العالمين يكف هالغمة عن الأمة واحنا معاهم ويعطي العافية للناس اللي يطون للفقراء ويحافظون عليهم. اليوم حلقتنا من اخونا ابو محمد الطيب الدكتور من دولة الكويت، دعواته إلى والعافية. الستر والعافية إلى ومجازاته عند رب العالمين. اليوم هو الرجل قال سلة غذائية فاحنا اشترينا السلة الغذائية ان شاء الله وجبنا السمك. السمك هذا من ينشوي يصير طيب رحم الله والديك، ومن تاكلونه تذكرون امواته طيب عند اهله. اي والله اي والله دايم. السلام عليكم حجي. السلام. شلونك؟ الله يسلمك. شو صوتك امي؟ الله يسلمك ان شاء الله زينه الحمد لله. وش احوالي؟ زينه. قالوا الحجيه مسوي عمليه، ايش خيرك؟ عيوني بيها الظفره. اي اي ما يبي عيوني. شو شوفي الحجيه الوقت صعب يو هذا الظرف اللي نمر بيه؟ اي والله صعب. ها صعب. الفقير اللي ما عنده وين يروح؟ عد الله. ها عد الله. عد الله والطيبين يا حجي. حجية دعواتك اليوم لابو محمد دكتور ابو محمد من دولة الكويت شو تقولي لي هذا الرجل؟ الله يخليه يدفع الدين عنه وينصر ان شاء الله. ان شاء الله. استريح حجي. السلام عليكم حجي. ما الله والديكم والسلام عليكم. الله يخليك يستر عليك. كم طفل عندك؟ انا عندي رحمه من الله وعندي بنيه. عائلتكم ايش قد؟ احنا عائلتي انا عندنا 11. الله يخليهم الله يخليهم لك ان شاء الله والله يحفظهم. شو تشوفين هذا الوقت يعني؟ والله وقت صعب وكلش صعب علينا والله العظيم. يعني اعتقد عائله 11 نفر يراد لهم فد مبلغ كبير، يراد لهم مواد غذائيه. والله العظيم مواد. شلون مدبرينها؟ والله بالضيم، والله العظيم بالضيم. يعني تكسفنا حيل تكسفت انا تدري والله تكسفت. يعني امورنا كلش تعبت. حجي الناس الطيبه هوايه ان شاء الله. الناس الطيبه هوايه ان شاء الله. لا تبكين، هذا تشوفين هاي الناس انفقدت راح الشباب بهذا الوباء. يا والله يا الناس الطيبه ما تقصر يا حجي. ان شاء الله انتم ما تقصرون ان شاء الله. انت امن؟ انا ام عباس وانت بنيه مقاعه وكلش انا تعبانه وما عندي علاج لها. بنتك؟
ايش قد عمرها بنتك؟ عمرها مواليدها 97. 97؟ اي والله. ايش بيها شنو؟ اذان حتى شوه خلق باذانها. ايه؟ وما عاد امكانيه اوديها للطبيب. اعزائي المشاهدين، اختكم ام عباس اللي واقفه وياي عندها بنيه مريضه، واحنا قلنا بدايه الحلقه قلنا الكثير من العراقيين لديهم معاناه كبيره. معاناتنا اولا مع المرضى، علاج ماكو، احنا قبل الوباء اللي يدخل للمستشفى يروح يقولوا له جيب العلاج من برا، زين هسه شلون بهذه الظروف الصعبه؟ طبعا هو هسه يروح حتى المصابين بالكورونا. يعني ماكو علاج الا الشيء القليل، يعني ما دخلنا علاج يوميا، راح يجي العلاج الروسي، راح يجي العلاج الصيني وقاضينها ويانا من ذاك اليوم لهاليوم. اما العلاجات التجاريه ف يعني حتى تجار الوباء، هذول التجار الوباء لا رقابه، جابوا فيتامين سي ومكان ما الفيتامين اللي هو الحقيقي مخليين بيطحين صفر. الله ينتقم عليكم وعلى كل من هيجي يضر المسلمين ويضر البلد. طحين صفر تخلون بالعلب، يعني بعد شو تقولون رب العالمين بهاي المحن؟ وتزورون العلاج أم كان ما تجيبون فيتامين سي تخلون يعني شنو ينقلب طحين صفر يصير فيتامين سي؟ يعني انتم هسه الحكومه مو قلتوا لزمناهم؟ وينهم؟ تعرضوهم على الشاشات قولوا يا ابا هذول عاثوا بالبلد. يعني الى متى يبقى العراق هالشكل؟ حق التجارب نوبه تخلون له طحين صفر، نوبه تخلون له ما ادري ايش تخلون له. وهذا الشعب ضال المسكين، هذول اللي ضال نصدق عليهم بالمواد الغذائيه، الحق لنا يا فلان. والنوبه شماله الحكومه الان لله يا محسنين، يوميا راح يلاقي لهم دوله خلصها صفرت من البوق. الله ينتقم على كل مفسد، الله ينتقم على كل ظالم. يوميا رايحين شو اسمه من الدول اللي قاعد تدينون، الى متى؟ وين فلوس العراق وين راحت؟ كهرباء ماكو، المي خابط، المرضى ظاله بدون علاج، المستشفيات ظاله، يعني الله وكيلكم المستشفى بس الشربايه مال الدوله، وهم الله يطي الناس تبرعت بالشرابي. قنينة غاز بعدهم هذا الاكسجين. فما يصير هيك بلد، هذا بلد الحسين، بلد المفروض يكون من ارقى المستشفيات، من احدث الاجهزه الطبيه. فما يصير، يعني احنا نتمنى ان شاء الله الكل دعائنا عليهم ان شاء الله بتعجيل ظهور صاحب العصر والزمان الامام المهدي حتى يظهر ابو صالح ان شاء الله ويخلصنا من هالمفسدين هاي اللي عاثوا بال. فيا اختي ام عباس ان شاء الله كلامنا يوصل للناس الطيبه. والله لا تلفزيون عندنا لا ثلاجه عندنا، والله العظيم والله احسن تلفزيون ما عندنا، تدري ليش؟ حتى ما تشوفين المفسدين والفاسدين. اي والله وجهال تبكي والله. الله كريم، احنا ان شاء الله راح نوقف وياك وراح نخلي عنوانك يم الجماعه، واحنا ان شاء الله والله والديك يعطيك العافيه ويستر عليكم ان شاء الله ويحفظكم. اعزائي المشاهدين، متواصلين وياكم وبرنامج القلوب الرحيمه، ومن بين اهلنا وناسنا خوات الطيبات. حجيه السلام عليكم. السلام ورحمه الله. حم الله والديك، الله يشكرك. حم الله والديك. حجيه شو تشوفين الان الوضع؟ والله الوضع مو زين، والامراض اي والعيشه صعبه. اي الناس قعدت ببيوتها لا شغل لا عمل، الرواتب وقفوها. والله احنا عاطلين لي هسه كل شيء ماكو. اي يعطوكم 30,000 بالشهر؟ 50 50 50 ايه. اي امراحن يس. اي ماكو، كل شيء ماكو هسه. ماكو صار 5 اشهر. لا والله صار 3 اشهر ماكو. اي ماكو. الناس ايش تاكل؟ بعد هي والله الناس اكو بيها ناس هالرحمه، واحد يطل الثاني همينه. هو ومثلكم الطيبين احنا هو جايين بفضل الناس الطيبه. فدعواتك للدكتور ابو محمد ان شاء الله بالصحه والخير. ايه ان شاء الله يوفقه، يوفق عياله، وان شاء الله يوفق كل من بقلبه رحمه على الناس ويدفع عنا البلاء هذا. أعزائي المشاهدين، طبعا احنا اخذنا نموذج من اخواتنا الطيبات امهاتنا المتواجدات ويانا، والكل ان شاء الله دعاهم الى الاخ الدكتور ابو محمد بالخير والصحه والتوفيق له ولعائلته والى كل من يساهم في برنامج القلوب الرحيمه من اجل اسعاد هذه العوائل، عوائل الايتام، عوائل الفقراء. الله ان شاء الله يزيد بخيرهم ويبارك بهم ان شاء الله، والصحه والعافيه لهم. إذا أعزائي المشاهدين، راح نوزع السلة الغذائية مع الأسماك على العوائل المتواجدة ويانا، فكونوا معنا وبرنامج القلوب الرحيم.
جاء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من تصدق بصدقة عن رجل إلى مسكين كان له مثل أجره، ولو تداولها 40,000 إنسان ثم وصلت إلى المسكين كان لهم أجر كامل. معاناة وألم ومرض، فمن يتكفل بعلاجهم؟ ومن يقطع ألمهم؟ ومن يعيد لهم الحياة؟ لأصحاب الأيادي البيضاء والقلوب الرحيمة، ساهموا معنا في إعادة الحياة لمن لا حياة له. كل من ساهم معنا في رفع المعاناة عمن يستحق، ولقد كانت لتبرعاتكم أسمى المعاني في نفوس المحتاجين إليها. دمتم في طريق الخير والصلاح، ودامت أيديكم البيضاء لخدمة الضعفاء. نشكر كل من ساهم معنا في رفع المعاناة عمن يستحق، ولقد كانت لتبرعاتكم أسمى المعاني في نفوس المحتاجين إليها. دمتم في طريق الخير والصلاح، ودامت أيديكم البيضاء لخدمة الضعفاء. أعزائي المشاهدين، شاهدتوا عملية توزيع المواد الغذائية والأسماك على العوائل المتواجدة ويانا في حلقة هذا اليوم من برنامج قلوب رحيمة. شكرنا وتقديرنا إلى الدكتور الفاضل أبو محمد من دولة الكويت،
الله يحفظه ويخليه ذخر إن شاء الله للفقراء والمحتاجين في ظل هذه الظروف الصعبة، ونحن بأمس الحاجة إلى المساعدات الإنسانية اللي نقدمها العوائلنا. إن شاء الله نتمنى لك الخير والتوفيق إن شاء الله إليك ولعائلتك، الله يحفظك إن شاء الله ويخليك ذخر أيضا لعائلتك. شكرنا وتقديرنا إلى كل من ساهم معنا في برنامج القلوب الرحيمة طيلة هذه الفترة من أجل الفقراء والأيتام. أعزائي المشاهدين، برنامج القلوب الرحيمة بحاجة ماسة جدا إلى مساهماتكم من أجل مساعدات عوائل أكثر وأكثر ضمن برنامج القلوب الرحيمة. ونحن مقبلين على عيد الأضحى المبارك إن شاء الله، ندعوكم للمساهمة من أجل كسوة العيد أو أضحية للعيد إن شاء الله، والله يتقبل منكم إن شاء الله هذا العطاء اللي يتقدمونه للعوائل في هذه الظروف الصعبة. الأرقام اللي تظهر على الشاشة هذه مخصصة فقط للمساهمات، اللي يحب يساعد ويتبرع البرنامج القلوب الرحيمة ما عليه إلا الاتصال على هذه الأرقام إن شاء الله، وراح إن شاء الله راح الشباب في الكنترول راح إن شاء الله يرشدوه كيف يتم تحويل المبالغ المالية من العراق وخارج العراق إلى برنامج القلوب الرحيم. إلى أن ألتقيكم في حلقة أخرى من برنامج القلوب الرحيم، في أمان الله. قصة الألم ترجمتها معاناتهم وقرأتها دموعهم وعايشوها لحظة بلحظة، فكانوا معها كما الظل يرافق صاحبه. معاناة وألم وحرمان وجوع وفقر، ساهموا معنا في إعادة البسمة لهؤلاء. الناس في آلامها أشباه أحيائي، وجه لها لكنه وجه بلا مائي. الناس في آلامها أشباه أحيائي، وجه لها لكنه وجه بلا مائي.